طبعا انا جبت سيره الست نجات لان طبعا في بينكم من زمان طبعا كيمياء وحب وكل احترام وشغل ونجاح كبير وتاريخ كبير جدا. لما شفناها في الجوي اووردز جالنا حاله، ايه ده الست نجات بجد قدامنا، احنا شايفينها بعينينا، ده حقيقه. وفي طبعا حضرتك عارف السوشيال ميديا لما الناس تقعد تتكلم في اللي يقول لك الله وايه الحلاوه دي، وفي اللي يقول لك انا ضد ان هي كانت تطلع في الجوي اووردز. انا بقى عايز اعرف راي حضرتك ايه، وانا عارفه ان حضرتك صريح بتقول صراحه وعلى طول. اول حاجه لما ابتدوا يحطوا صورها التسقيف اللي حصل ما سمعتوش قبل كده، ده كان كفايه. يمكن هي لو كانت وقفت عند الحكايه دي كفايه، لكن انها تغني ويبان صوتها زي ما كان من زمان، ده معناها ان هي كل يوم بتحافظ على صوتها او بتغني او كده. ناس قاعدين يقولوا ده بلاي باك، لا مش بلاي باك، بلاي باك. انتوا ايه اللي يخصكم؟ يخصكم ان اولا الاغنيه اللي غنتها عيون القلب، عيون القلب في منتهى الجمال، لانها دي من لحن الموجي طبعا على فكره، والموجي هايل، وهي ادتها بطريقه غير عاديه. ايه يهمك انت بقى، انت وانت قاعد، غير ان انت تشوف حاجه تمثل مصر وبتغني بمنتهى البراعه ولا غلطه، يهمك بقى في ايه بقى التكنيك، يهمك في ايه يهمك. لكن احنا شوفي الناس اللي اعجبوا بيها في الحفله دي وسقفوا لها عارفين قيمه الست دي، وعارفين قيمه البلد اللي جات منها، وعارفين طبعا وعارفين وعارفين. طبعا التانيين بقى بيتصيدوا الاخطاء، انا ممكن اتصيد الاخطاء، انا اقول ازاي مش عارف جزمتها كانت ملوحه، طب اذا انت مش شايف غير ده يبقى شايف انت غير الغريب. قليل على انك تشوف الكله اللي في بصرك دي، منعك انك تشوف الصوره الاكبر والمجد الاكتر والاصل كل حاجه على فكره. يعني خليني اقول لك، انا فعلا بحيي تركي آل الشيخ. ليه؟ اللي اهتم بمزيكة البلد اللي جنبه هيهتم بمزيكة البلد، صح، فهو بيقود نهضة جبارة أكيد، وإن شاء الله هينجح فيها، لأن طبعا إيه لا صح إلا صحيح. أكيد. فكونه كمان بيحتفل بالفن المصري نشكره، ومحدش يقول لي ما تشكره وما... أيوة أشكره أشكرهم مرة طبعا واثنين طبعا. وثلاثة وأربعة، اللي عملوا معاه ما يتعملش. أكيد حفل الذكريات بتاعت حضرتك كانت تجنن، ده مصر كلها قعدت مبهورة بالجمال والتنظيم والروح الحلوة، وحتى كانت وصلت الموضوع إن صور حضرتك كانت كلها في أزاز المية، وأنا إحنا قعدنا نشوف تفاصيل طيب صغيرة تبين قد إيه في احترام للفن. اتنين، لما يكرموا الموجي ويكرموا الشرنوبي ويكرموا بليغ وكل الكلام ده، معناه بيكرموا الفن المصري. يا جماعه انتوا بتبصوا لها بنظره ضيقه ليه؟ اولا احنا مش بلدين، المفروض يعني دول اخواتنا اخوات طبعا مهما كان، طول عمرنا اخوات. الحمد الحمد لله لله يا رب، الحمد لله، ربنا يديم المحبه. الف 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 مبروك يا نجاة هانم، انت نورتي وكنت حاجه غير عاديه. انا اتفرجت على الحلقه بتاعتك دي 20 30 مره، كل مره بستمتع، مره لاكبر لان الاضاءه مع الفضاء. انا عارف انت بتهتمي بكل التفاصيل، ومسرح ايه ده؟ ايه المسارح دي؟ احنا على فكره عندنا مسارح جباره طبعا. احنا في مصر، يا انا مش عايز اذكر بس اسامي عشان الناس ما تزعلش، احنا مسرح الماركيه على مسارح، احنا عندنا مسارح جباره طبعا بس ما بنستغلهاش يعني. اكيد.